القاهرة. وفي مثل هذا الشهر من عام 1961 سافرت يا بلبل مصر إلى لندن لأول مرة تبحث عن العلاج، ودائما كانت حولك القلوب، ودائما وحيث كنت كان يسعى إليك الميكروفون، يا حبيب الميكروفون. أيها السادة، في بعض الأحيان بنحس كلنا إن قلوبنا بتتلفت في حنان حوالين سرير أبيض، وفي بعض الأحيان يكون الشخص اللي راقد في السرير ده كتير مننا ما قابلهوش، ما تكلموش معاه، إنما كلهم عرفوه وحبوه وعاشوا معاه، ربطتهم كلهم عاطفة حلوة بتسري في نغم بيردده صوت حنون. صاحب الصوت الحنون اللي بكلمكم عنه كان أسرع الناس إلى الأسرة البيضاء وهو في صحته، مفيش فرصة قدر يزور فيها مستشفى إلا وسارع مع برنامج حول الأسرة البيضاء عشان يخفف بصوته آلام المرضى ويرسم الابتسامة الحلوة على الشفاه. والنهاردة الصوت الحنون موجود في سرير أبيض، وفين؟ بعيد بعيد عن الناس اللي حبهم وحبوه، إنما برغم المسافة وبرغم المرض برغم كل حاجة مرضيش إن مناسبة العيد السعيد تمر من غير ما تسمعوا صوته بيهنينا بالعيد. ومع دعائنا بالشفاء لعبد الحليم حافظ اتصلنا بيه في لندن ودار بنا الحوار التالي. ألو 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 يا مدام سامية، عبد الحليم معاك يا أم. طيب ألو ألو أهلا، طيب كل سنة وانت طيب، بالصحة والسلامة، كل سنة وانت طيبة، ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دلوقتي انت عارف ان آلاف المستمعين منتظرين المكالمة دي يا عبد الحليم. الله يخليك، عاوزينك تطمنهم بنفسك عن صحتك. انا كويس اهو، انا كويس اهو خالص. طيب قول لهم هترجع بالسلامة امتى؟ انا ان شاء الله يعني كمان حوالي 10 ايام بالكتير. كل سنة وهم طيبين. طيب قول انت طيب يا سيدي. يا ترى ده أول عيد بتكون فيه بعيد عن الوطن والأهل والمستمعين؟ أول عيد أكون فيه بعيد عن القاهرة وبعيد عن أهلي وعن أصدقائي وعن الناس اللي بحبهم. إن شاء الله ترجع لهم بالسلامة. الله يسلمك. طب قولي امبارح قضيته إزاي؟ يوم؟ أيوة، بتقضي يومك إزاي في المستشفى؟ بقوم بيصحوني الساعة 5 يدوني شاي. وغصب عني. الساعة 5 تصور الصبح وبعدين أنام تاني، وبعدين يقوم يصحوني الساعة 6 ونص يفكروني. وبعدين بعد كده طبعا ما يجيليش نوم خالص، وافضل قاعد مستني يجيلي الدكتور الصبح يكشفوا عليا وكله. وبعدين بعد كده هو افضل طول النهار قاعد في المستشفى في السرير يعني. الظهر بنزل اتمشى في الشمس في الجنينه شويه كده، هو بقالي يومين بتمشى. عندكوا شمس؟ المستشفى ان شاء الله يوم الخميس. طيب وبتنام بدري؟ انا بنام الساعه 8. اتعلمت النوم بدري يعني؟ لازم. طب اسمع عبد الحليم، معاك راديو؟ معايا راديو بس من القاهرة وبسمعك. وبتسمع القاهرة واضحة؟ واضحة اوي كويسة. طيب تحب البرنامج يوصل سلامك لحد؟ ارجوك يوصل سلامي لكل الناس، والله لكل الناس يعني لاخواتي ولكل الاصدقاء ولكل الجمهور الحبيب. على العموم كل الناس بتسأل عليك ومنتظرين رجوعك بالسلامة. ربنا يخليهم، ربنا ما يحرمنيش منهم ابدا يعني. انا حسيت ان دعائهم كان معايا دايما. بوسي بنت اختك، انا واقف جنبي بنفسهم. بوسي بنت اخوك الصغيرة جنبي دلوقتي وبتقول لك ان عيدهم يوم ما ترجع بالسلامة. ربنا يخليكي، ربنا يخليها. طب اسمع عبد الحليم، في اغنيه معينه من اغانيك تحب كلنا نسمعها معاك دلوقتي؟ انا احب نسمع ضحك ولعب. اني جزء فيها بيعجبك اكتر؟ انا سامع ان فرح كده، حاجه مليانه فرح. انت فاكر الجزء اللي بيعجبك فيه؟ ها؟ ايوه يا دنيا، ايوه كده، عمري ما شفت حلوه كده ولا غنيت حلوه كده. ان شاء الله تشوفها دايما حلوه واحلى من كده كمان. ربنا يخليكي وما يحرمناش منك ابدا، ويسلمنا كل الناس الطيبه. طيب يا عبد الحليم كل سنه وانت طيب مره تانية. الله يخليك، مستنيك خالص، واحنا منتظرين رجوعك بسلامه عشان تغني لنا وتسعدنا كالمعتاد. ربنا يخليكي، مع الف سلامه. مع السلامه عبد الحليم. وانت طيبه. وانت طيبه. كل الناس طيبين، مع الف سلامه. أيوة يا دنيا، أيوة
كده، عمري ما شفتك حلوة كده، ولا غنيتلك غنوة كده، ولا غنيتلك غنوة كده. أيوة يا دنيا، أيوة كده، عمري ما شفتك حلوة كده، عمري ما شفتك حلوة كده، ولا غنيتلك غنوة كده.